يسر الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المفاتحة في هذا الملتقى العلمي التاسع المبارك الذي اتخذ عنوان أصول المذهب المالكي وبناء الوسط الفكر الوسطي، واتخذت هذه المفاتحة عنوانا هو كالآتي: تكاملية المنهج الوسطي في مواجهة التطرف والعنف، قراءة في أصول المذهب المالكي. الوسطية القرآنية انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قوية للعالم وطريقة عملية محورها العلم والعدل، ومقصدها تحصيل الأقوم في بناء الإنسان والعمار وتسخير الكون، فجمعت بين تحقيق النظر وتنقيح الفعل في التاريخ الإنساني بما لا يجعلها قيمة رياضية وحسابية تجمع بين خير الطرفين أو الشيئين المتعارضين في التصرفات والأفعال، بل بما يبينها خيرا خاصا ومصلحة متفاردة في الوجود لا تحتاج إلى طرفين في إبراز معانيها وقيمها الحضارية. إذن هذا من الوسطية الذي أعطيه انطلاقا من القرآن الكريم. فالقرآن الكريم كله وسط، لا طرف، يعني لا يوجد له طرفين، وإنما هو العدل كله وهو الأقوم في كل شيء. وذلك أن الوسط بين طرفين نتاج عقلي. إذن هذا الذي يقال عنه أنه الوسطية بين شيئين هذا نتاج المنطق العقلي. أما الوسطية القرآنية كما هي في كتاب الله عز وجل فهي المصلحة كلها، وهي العدل كله، وهي رحمة كلها. ولهذا كان أنني أريد أن أميز بين الوسطية في الوحي والوسطية في التاريخ. الوسطية انطلاقا من العقل الإنساني، وذلك أن الوسط بين الطرفين نتاج عقلي، بينما الوسطية الشرعية حقيقة موضوعة للإفهام العقلي، لوضع الله سبحانه وتعالى لكي نفهمها ونتبينها ونعمل على تنزيلها. الإفهام العقلي الذي يقتضي مراعاة ضوابط تفاعلية منطق الشرع ومنطق العقل في التنزيل الواقعي، وتفريط هذه المراعاة تكاملا منهجيا في تحديد قواعد الفقه الشرعي وترابطها مع قواعد فهم التاريخ وقوانين في التعامل مع المعاني الشرعية فهما وتفعيلا. بدأ تفعيل المنهج الوسطي بالتفصيل النبوي الشريف لما تأصل في القرآن الكريم. كل ما تأصل في القرآن الكريم فصلته السنة النبوية من معاني الإنسان والعمران، واستمر مع اجتهاد الصحابة الكرام في كشف قواعد بناء المجتمع المسلم، وعملت الدعوة التاريخية في تطور صناعة العلم والتحولات السياسية على تحديد كيفيات اعتبار الحديث النبوي ورأيه في استنباط الشرعية من أدلتها الجزئية والكلية. فكان من النتائج التاريخية ظهور تجاذب قوي بين مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي، وبين فرق أهل الكلام من الخوارج والمرجئة والشيعة والجهمية والقدرية إلى ظهور المعتزلة والأشعرية، وذلك ابتداء من انتهاء الخلافة الراشدة ومرارا بالدولة الأموية ثم وصولا إلى مراحل متقدمة من الدولة العباسية، ودفعا لذلك التجاذب والتصارع، وبحثا عن مسالك تأويلية علمية برز الوعي بضرورة التوسط في النظر الفقهي لدى السلطة السياسية والسلطة العلمية. يعني صار الحديث عن التوسط قيمة أو دعوة لا بد وأن يتحدث فيها ويتحدث عنها، لا سيما بعد بروز تطرفات متعددة في فهم كتاب الله عز وجل. ويمكن أن نبين، لأن هذا افتراق السلطة السياسية عن السلطة العلمية يعتبره بعض المصلحين كجمال الدين الأفغاني مثلا هو من أسباب تراجع الأمة الإسلامية حينما انفصلت، فكان افتراقهما سببا في افتقار السياسة الشرعية إلى تمحيص الفقهاء وافتقار الفقه إلى الواقعية السياسية، فغاب التكامل الشرعي المؤدي إلى فقه المجتمع والعمران. ذكر القاضي عياض، يعني يذكر هذا
يعني هذه الدعوة للتوسط عند السلطة السياسية والسلطة العلمية. أعطي نموذجين من ترتيب المدارك للقاضي عياض. ذكر القاضي عياض في مداركه أن المنصور قال للإمام مالك: يا أبا عبد الله، ضم هذا العلم ودون كتبا وجنب فيه شدائد ابن عمر وأوقص ابن عباس وشواذ ابن مسعود واقصد أواسط الأمور وما اجتمع عليه الأئمة والصحابة. ثم ذكر أيضا أن أحمد بن حنبل قال: ما زلنا نلعن أهل الرأي ويلعنوننا حتى جاء الشافعي فمزج بيننا، يريد أنه تمسك بصحيح الآثار واستعملها، ثم أراهم أن من الرأي ما يحتاج إليه وتنبني أحكام الشرع عليه وأنه قياس على أصولها ومنتزع منها، وأراهم كيفية انتزاعها والتعلق بعلالها وتنبيهاتها. فعلم أصحاب الحديث أن صحيح الرأي فرع للأصل، وعلم أصحاب الرأي أنه لا فرع إلا بعد الأصل، وأنه لا غنى عن تقديم السنن وصحيح الآثار أولا. وإذا أمكن القول إن الشافعي استمد وصية وسطيته أو فكره الوسطي من شيخه الإمام مالك، فإنه يمكن القول إن البحث عن التوسطي كان مطلبا حضاريا يقصد تدبير الاختلافات التأويلية في الكلام والفقه والفلسفة التي أحدثت تصدعات قوية في البناء الحضاري الإسلامي أدت إلى تنتيج التفكير في غلق ما فتحه الله عز وجل إلى الأبد، وهو الاجتهاد، ولا يملك أحد مفاتيح غيره. إن الحديث عن الوسطية في ارتباطها بالسياق التاريخ الإسلامي يكشف الإسهام العلم البارز للإمام مالك رحمه الله في تنزيل الوسطية الإسلامية وبناء أصول الفكر الوسطي في التراث الإسلامي على أساس تكامل منهجي في فهم النص الشرعي، بحيث أسس نظره الفقهي على تكاملية الأدلة السمعية أو النقلية مع الأدلة العقلية في استنباط الأحكام الشرعية والتقعيد للنظر المعرفي في النص الشرعي عموما. نحن نعلم أن أصول الإمام مالك استخلصها العلماء أو استقرأها من مجموع اجتهاداته وفتاويه ومن الموطأ أيضا، وأسسوا يعني حتى وصلوا إلى عدية 16 أو يعني القرار في الكوت 19، لكن على كل حال ما هو المشروع هو 16 يعني. فبنوا عليها فقه إمام مالك أو الفقه المالكي، لكن أنا أريد أن أستخلص شيئا من هذا الاجتهاد لأصحاب المذهب المالكي. استخلص الشاطبي وهو متأخر جدا من علم مالك بأصول الرواية والدراية أن الأدلة العقلية إذا استعملت في أصول الفقه فإنما تستعمل مركبة على الأدلة السمعية أو معينة في طريقها أو محققة لملاطها أو ما أشبه ذلك، لا مستقلة بالدلالة، لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي، والعقل ليس بشاري إذن هذا الاستخلاص للإمام الشاطبي هو يكشف لنا من استقاء أصول مذهب مالك أن الأدلة العقلية مركبة على الأدلة السمعية، وبالتالي أن العقل ليس بشاذ، إذن فالعقل مبين. هذه التكاملية بين العقل والشرع لكن بضابط الشرع هي التي توجد في البناء الوسطي الذي يكشف وسطية الإمام مالك الجامعة بين التأصيل والاجتهاد. فقد سأله رجل، وهذا مما يقوله أيضا القاضي عياض، سأله رجل عن الشيء من علم الباطن فغضب وقال: علم الباطن لا يعرف إلا من عارف علم الظاهر، فمتى عرف علم الظاهر وعمل به فتح الله عليه علم الباطن، ولا يكون ذلك إلا مع فتح قلبه وتنويره. فإشارته إلى قاعدة إحكام الباطن، مقصود بالباطن هنا المفهوم العربي وليس المفهوم الفلسفي أو المفهوم الصوفي المتعدد الأبعاد. إحكام الباطن يستلزم إحكام الظاهر، والعكس أيضا، على اعتبار أن الظاهر ضابط الباطن والباطن ضابط للظاهر. هذا ما تكشف عنه عبارة إمام مالك. فتكشف من جهة الأولى التفكير العقلاني المواجه للتفكير الكلامي الاعتزالي بالخصوص، يعني كأن الإمام مالك، وهذا قراءتي لهذه الأصول، أنه لا يغيب عنه السياق المعرفي الذي يعيش فيه،
فبالتالي كأنه يوجه بهذا الجمع بين السمع والعقل، لكن بتنظيم السمع يوجه هذا التفكير ويعقب عليه ويلاحظ التطرف الموجود فيه. وتبين من جهة ثانية كيف إن التطرف بالإفراط أو التفريط في القول بالظاهر أو الباطن أو بالنقل أو العقل، ولكلها ثنائيات مفصولة عن الكتاب، لأن ثنائية تاريخية وليست مأصولة شرعا، لأن القرآن الكريم جاء ليضبط هذه الأمور، كيف ينبغي أن يكون النقل وكيف ينبغي أن يكون العقل، لكن هذه الثنائيات فعلت فعلها في التاريخ فشكلت أزمة حضارية دفعت عددا من العلماء للاجتهاد في الخروج منها باعتماد النظر في أصول الفقه مرجع للتأويل العقدي والسلوكي والفلسفي والعمراني. والمطلع على فكر الأشعري وابن رشد والشاطبي وابن خلدون يدرك جيدا أن وسطية الإمام مالك، ولاحظوا في هذه الكلة من العلماء، أن وسطية الإمام مالك قاعدة مقاصدية جامعة بين النقل والعقل تشكل إطارا مرجعيا للإسهام في تنزيل رؤية الوسطية الإسلامية في الواقع التاريخي وإصلاح مسار الفكر الاجتهادي. يعني أردت أن أتناول الوسطية من خلال الجمع بين العقل والنقل عند الإمام مالك. فلهذا يقوم هذا التكامل المنهجي في أصول المذهب المالكي على ابتناء الاجتهاد الفقهي عند مالك على الأصول النقلية من حيث العلم بقواعدها والاشتغال بها، وذلك أن عدم العلم بها يوصل إلى أخطاء علمية في إعمال القياس والاستنباط، فلا يصح الاجتهاد إلا لمن جمع آلته من علم الكتاب والسنة وأحكم ذلك على ما يجب، ثم جمع إلى ذلك من آلات الاجتهاد وفهم الألفاظ والمعاني وتصريفها ما لا غنى له عنه، ثم عرف مواضع الإجماع والاتفاق على مسائل الخلاف والنزاع، فمتى اختل على العالم شيء من ذلك كان غضا من إمامته ونقصا من كماله، ولم يصح له الاجتهاد ولا ساغ له النظر في الدين إلا باجتماع ذلك. يعني هذا كلام القاضي عياض. هذه الضوابط التي ذكرت شكلت للاجتهاد أساس وسطية إمام مالك التي تتوضح بشكل أقوى في منهجه النقدي للأخبار ثم في اعتباره للقياس. كان أعطي هذين النموذجين لبيان هذه الوسطية في نقده للأخبار وكذلك في اعتماده لأصول عقلية. يالله دي اجتماعية. على كل حال، فشكلت هذه الضوابط للاجتهاد أساس وسطية الإمام مالك التي تتوضح بشكل أقوى في منهجه النقدي للأخبار ثم في اعتباره للقياس والمصلحة الموصلة والاستحسان، فهي أصول عقلية لا تساح، اسمعوا جيدا، لا تساح إلا في مساحه الشرع. هذه قاعدة كبرى ناقشها حتى الإمام الغزالي أيضا في كتابه المصطفى، قاعدة لا يساح العقل إلا في مساحه الشرع، تؤكد الوسطية الشرعية المواعية للشرعي الموضوع للإفهام بالاجتهاد. أما منهجية الإمام مالك النقدية فقد اشترط في قبول خبر الآحاد ثلاثة شروط كما تعلمون: أن لا يخالف عمل أهل المدينة، ولعمل أهل المدينة وظيفة متميزة، أن لا يخالفه ظاهر القرآن، وأن لا يكون العمل به ذايع إلى فعل محظور. على الرغم من انتقاد أئمة الحديث والفقه والأصول هذه الشروط، فإنها تميز كون الإمام مالك فقيها بسياقه التاريخي وما يكتنف واقعه من إشكالية الوضع وتنازع التأويلات الباطلة، فسعى إلى إرساء قواعد حديثية لضبط رواية الحديث النبوي الشريف من شأنها تنقية الأخبار الشرعية من انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فإذا كان الإمام مالك أمير المؤمنين في الحديث وإمام في علم الحديث وفي الفقه، فإن هذه الشروط في قبول الخبر الأحاد تفهم في سياق التثبت والاحتراز، كما تبين الضبط العقلي الموضوعي للقضايا الواقعية في جانب الأخبار. ولهذا لا يتوجب من هذا الاجتهاد استنباط أن الإمام مالك يرد السنة النبوية ويترك العمل بخبر الآحاد الواحد أو الآحاد، كما ذكر ذلك ابن القيم في كتابه الموقع انطلاقا من مذهب الحنبلي، وليس تمحيصا للنظر، لأنه ساق أكثر من يعني 20 مسألة كأن يقول أنه خالف بها السنة النبوية. أما اعتباره للأصول العقلية فيكشف ارتباط فقه مالك بفقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو يعني استعمال مدرسة فقه عمر بن الخطاب،
الموسوم بالاتباع والاجتهاد، واجتهاداته رضي الله عنه عمر بن الخطاب القائم على مراعاه التعليل الموافق لمقاصد الشارع مشروعه ومعلومه، يعني منها يعني من مؤلفه قلوبهم منع قطع يد السائل لسد جوعه ايام المجاعه، منع التزوج بالكتاب الى غير ذلك من الاجتهادات ذات قراعه المقاصد. فسال الامام مالك على ذهبه واثبت التعليل الجزئي والكلي موسعا مفهوم الاجتهاد ومحققا الابعاد والحضاره. لماذا اقول موسعا مفهوم الاجتهاد؟ لان الامام الشافعي حصر الاجتهاد في القياس، بينما الامام مالك تسمعون الان انه يستعمل القياس والمصلحه الموصله والاستحسان والعرف الى غير ذلك من الادله العقليه. فصار الامام مالك كما قلت على ذهبه واثبت التعليل الجزئي والكلي موسعا مفهوم الاجتهاد ومحققا ابعاده الحضاريه. قد تضافت عوامل في تغطيه الاجتهاد المقاصد عند الامام مالك، يعني الاجتهاد المقاصد عند الامام مالك لم يعطه حقه، نعم هناك دراسات لكن في التراث الاسلامي لم يعطه حقه، وبقي يعني مطموعا في كليته ليس في جزئيته الى ان جاء الامام الشاطبي في القرن الثامن الهجري. لاحظوا هذا الفرق الزمني ليبين لنا المقاصد الشرعيه في كتابه الموافقه. فهذا التفتق المقاصد عند الامام مالك انطلاقا من مدرسه عمر بن الخطاب لو والتاريخ ليس فيه لو اعتمد لكان منهج اصول الفقه منهجا اخر، لان الامام الشاطبي اعاد تاسيس علم اصول الفقه واعاد تاسيس فقه الامام مالك على اساس اعتبار المقاصد بعدما كانت تبنى فقط على مراعاه القواعد اللغويه والادله، فاضاف هذا الشيء القوي جدا الذي يبين كيف يستوعب العقل الانساني عموما والعقل الفقهي خاصه كيف يستوعب هذه الوسطيه القرانيه الاقوام. فمن تلك الابعاد يعني هذه الابعاد الحضاريه تدبير العقل التعليلي في الاجتهاد وتحقيقه باصوله المنضبطه، القياس والاستحسان والمصالح وسد الذرائع قصد اغلاق ابواب التنطع في اعماله نحو ما فعل المتكلمون في عصره وما بعد عصره من المعتزله والفلاسفه، لان بعض الناس يحسب ان اصول الفقه فقط هي اصول لاستنباط الاحكام الشرعيه من ادلتها التفصيليه، وليس هي قواعد لتنظيم الفكر، وليس هي قواعد لضبط، هي منطق شرعي لضبط المعرفه الاسلاميه ككل. فعلاقه يعني وغير في بناء مواقف من التعليل وعلاقته بالمنطق. ولهذا اريد ان ابرز بعض المواقف لبعض العلماء من قضيه التعليل التي خلص من الامام مالك واختار اصولا فيها وتبعه في ذلك فقهاء المذهب المالكي في هذه الامور. دقيقتان. فعلى كل حال يعني هناك الموقف الاول اللي هو موقف الشافعي الذي افضل الاستحسان وحصر الاجتهاد في القياس، فسعي للتوسط بين اهل الراي والحديث، لكن الوسطيه لم تتوسع توسع شيخه في الاصول العقليه التي من شانها قوه الاستنباط الفقهي والتمكن من ادوات الرد اولا على اهل الظاهر ثم على المتعمقين في القياس. ثانيا عند تفصيلات سأتجاوزها، الموقف الثاني الذي اريد ان ابينه ايضا انكار بن حزم القياس الشرعي، لكنه يثبت القياس العقلي وله كتاب يعني تقايف في هذا المنطق، ويبين على ان يعني لا يعتبر القياس واعتبره انه حدث في اصحاب الشافعي واتبعه عليه اصحاب ابي حنيفه ثم تلاهم في اصحاب مالك، مع ان العكس مع انني ما ذكرته ليس كما قال ابن حزم. ودلالك على عقل من ان الحنفيه المالكيه والشافعيه قد وصفوا مذهب الظاهر الذي سار على منهاج ابن حزم بكونه بدعه خالف بها ما مضى عليه الصحابه رضوان الله عليهم ومن تبعهم من اهل الفقه والاجتهاد، واعتبره نقصا في تحقيق ركن من اركان الاجتهاد. لكن ابن حزم رفض قياس الفقهاء وقال بقياس المناطق والفلاسفه الذي يقوم على الحد وبناء النتائج على المقدمات دون المفسر. الموقف الثالث الامام الغزالي قابل قياس الفقهاء وقابل قياس المناطق واعتبر ان لا علم له بالمنطقي لا ثقة به بعلومه. ابن تيمية عض المنطق اليوناني وقبل القياس الشرعي واعتبر موافقة صحيح المعقول لصحيح المنقول. خامسا الموقف الخامس هو موقف الشاطبي الذي رد اقوال النافين للتعليل العقلي والتعليل الشرعي مستخلصا انهما ينتجان البرهان المثبت لمقاصد الشريعة، بمعنى ان هذا البرهان الذي
يفتخر به الفلاسفة هو مثبت هنا من كونه مثبتا لمقاصد الشريعة. كذلك يعني هذا القياس الشرعي موجود أيضا. فإذا وصفية الإمام مالك يتويب أن تثبت لنا البيان والبرهان الذي تكلم فيه الفلاسفة وتكلم فيه ابن رشد أيضا في فصل المقال، ثم يعني التقطه الشاطبي ليبين لنا هذه التكاملية بين البيان والبرهان، وأن هذه المقاصد هي مقاصد أخلاقية، مقاصد قيمية، فبالتالي تكامل عنده البيان والبرهان والعرفان. يعني هذا الذي استخلصه الإمام الشاطبي من الأصول العقلية أسعفه في التوسع في مسلك المناسبة. يعني هذا الاستخلاص من الإمام الشاطبي هو الذي دفع الإمام الشاطبي لكي يخرج ما يعني استجمع في مسلك المناسبة في باب ضيق. كان الأصوليون على يعني في مذهب الجمهور يصلون إلى مسلك المناسبة ثم يقفون يتكلمون عن المناسب الملغى والمناسب الموصل والمناسب المعتبر، ويتكلمون عن المصلحة الموصلة والتحسينية إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات ثم يقفون. لكن الإمام الشاطبي استطاع أن يعطينا تأسيسا جديدا لهذا القياس العقلي وللقياس الشرعي أيضا، فيجمعهما فيقول القياس العقلي لا يمكن أن يكون دون قياس شرعي، والقياس الشرعي يحتاج إلى القياس العقلي، فبالتالي هذا يتكامل في بناء المقاصد الشرعية. واش من قطعة؟ ما حشمتش. يلا عندي ختم إن شاء الله. على كل حال، إن تحقيق بعض الفقهاء، إن تحقيق مناطق، وإن كان باقي عندي التطرف في الواقع المعاصر، لأن باقي عندنا كلام كثير جدا حول بيان وصفية كذا، ولكن لا يهم. أختم بهذه الفقهة إن شاء الله. إن تحقيق مناط التكامل المنهجي بين الأصول العقلية والنقلية في مذهب مالك رحمه الله ينتج لا محالة فكرا وسطيا علميا لا تلفيق فيه ولا تجميع، لأن ممكن التجميع والتلفيق يمكن أن نتكلم عنه في فصل المقال بين الشريعة والحكمة من الاتصال. يمكن أن نجد أن ابن رشد شيئا فيه ليس تام، يعني كأنه أراد أن يجمع بين لا يجمع، مع أن الشريعة جامعة لكل شيء، لكن هذا الشيء الذي عند الإمام مالك لا تلفيق فيه ولا تجميع يؤصل الاجتهاد العقلي ويتعقل بالشرع، يؤصل بالاجتهاد العقلي ويتعقل بالشرع، وبهذا تتشكل صناعة الوسطية الاجتهادية التي تتجاوز رد الفعل بالحجاز والمناظرة إلى الفعل المعرفي، ولا سيما في زمننا المعاصر وفي ادعاءات كثيرة نحتاج إلى الاجتهاد الفعلي وليس إلى ردود أفعال. ننتظر حتى تقوم ادعاءات كثيرة، من مثلا ادعاء في قضية التعصيب وغيرها في قضية الإرث، ثم يستيقظ العلماء. فلهذا ندعو إلى رد الفعل الاجتهادي في القضايا المجتمعية المعقولة المعنى، وأهل التخصص يعلمون هذا المصطلح، بأدلتها الأصولية وبهذا الفكر الوسطي المؤسس لقيم الاجتهاد والاعتدال والسماحة واليسر، تواجه مشكلات التطرف التي صارت سمة مؤثرة في هندسة السياسات العالمية من حيث رؤيتها لتهديد الأمن والسلم العالميين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. شكرا.